جاءنا الآن خبر عاجل، خبر عاجل جاءنا الآن، والحمد لله اللي جه وانت معانا. أحمد مجاهد يرفض طلب بيراميدز ويؤكد مفيش حد هيجيب حكام أجانب في مصر، وإحنا مش بنمشي بمزاج حد، والحكم الأجنبي الوحيد لمباراة الأهلي والزمالك يرد بقسوة على بيراميدز. أحمد مجاهد يرد بقسوة على بيراميدز، يرفض حكام أجانب، وليس هناك حكام أجانب إلا للأهلي والزمالك، وما فيش حد سيملي علينا وهيمشينا على مزاجه. ردك على تصريحات أحمد مجاهد. والله أنا أتمنى، حتى مباراة الأهلي والزمالك يديرها. خلينا في ردك ده بس الأول. أنا يعني ده رد محترم، وكل يعني الراجل لو هو بيدعم الحكام المصريين عن قناعة وعن اقتناع احنا ما عندناش مشكلة، واحنا معاه، لان هو طالما ان هو الراجل بيدي تصريحات جريئة كده وهيقدر يقف قدام الاندية ويقدر يواجه ويقدر يقول ان انا عندي حكام ويدعمها، بس هنا لزاما على لجنة الحكام تراعي تعيين مباراة الاهلي وبيراميدز، تراعي تعيينات مباراة الاهلي وبيراميدز، ويكون الطقم على قدر مسؤولية المباراة. ماشي، ده موضوع تاني، ولكن خلينا النهارده بس ندي الراجل حقه، يعني مش عايزين نحط السم في العسل، يعني النهارده هو قايل تصريح. يعني خلينا نديله حقه على القرار الاول. احمد مجاهد، قرار محترم جدا وقرار جريء من الدرجة الأولى. أنا بقول لحضرتك قرار محترم جدا وقرار جريء من الدرجة الأولى. طيب نقول أحمد، يعني أنا ما كنتش أنا أنت أقول لحضرتك حاجة بس قدام الناس، أنا قلت لك إن بيراميدز هيطلبوا حكام أجانب، أنت قلت لي أحمد مجاهد هيرفض. حصل. أنت كتبت الرهان، بس أنا كتبت الرهان معاك على محمود ناجي. أنا رهنتك، قلت لك مستحيل يجيب حكام أجانب. أحمد مجاهد، وأنا قلت لك إن هم طلبوا إن هم يجيبوا حكام أجانب بما فيهم حكام الفار، يعني الست طيب. حكام ويدفعوا الإقامة والإعاشة بتاعتهم ومصاريفهم. خلينا ننفرد بتصريحات أحمد مجاهد. أحمد مجاهد بيراميدز عايز حكام أجانب، مفيش حكام أجانب إلا منطقة الأهلي والزمالك، بس الموضوع مفيهوش نقاش، إحنا بنساند الحكام المصريين ولن أناقش أحد في هذا الأمر. أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، تقرير الحكم بشأن الشناوي قال إنه الكابتن قال له أنا الكابتن، ولما مشي مسكه من إيده وده سلوك رياضي، وإدارة المسابقات قررت 4 مباريات إيقاف تاني يوم، وفي الاجتماع سألنا لجنة الحكام هل الحارس خد عقوبة؟ أجمعوا كان لازم ياخد إنذار. ده تمام. كلام خطير. يبقى إذن هم عاقبوا الشناوي ظلم على خطأ ارتكبه الحكم محمد سلامة ميدو. قول كلمة الحق تمام. بقى أنا هقول لحضرتك كلمة الحق بقى في الموضوع ده. لا بقى بقى, لو محمد بقى أنا, سلامة أنا, ميدو. أنا قبل ما أسيبك تقول كلمة الحق، التصريح ده فاضح، بيقول لك لجنة طبعا. عندما سألنا لجنة الحكام قالت كان يجب، يعني الحاج وجيه ربنا يكرمنا ويكرمه، قال له كان على الحكم أن يعطي له إنذار. طب أنت بدل ما تعاقب الحكم تعاقب الشناوي الزاد، يعني إحنا الحمد لله ده انفراد تاني لينا، لأن إحنا أول تمام. ناس قلنا كان لابد من عقوبة إدارية في الملعب، ألا ولم يأخذ العقوبة الإدارية ما قدرش يحمله خطأ الحكم. أحمد مجاهد النهارده بيأكد صحة كلامنا، والحمد لله انفردنا التاني، لأن إحنا أول ناس قلنا اللي كان يجب يدي كارت أصفر أو أحمر على حسب الواقعة وغلظتها من وجهة نظره. جسامة الخطأ. النهارده بيقول لك لجنة الحكام قالت لي إن كان لازم ياخد إنذار تاني، وبناءً عليه إدانا له ماتش عكر الإنذار التاني و50,000 إنه لمس الحكم. كان يجب إنك تعاقب الحكم، تقول له ما اديتش ليه الشناوي إنذار، مش تعاقب الشناوي. دي بس مش عايز اطول فيها. لا لا انت طول براحتك خالص، لان هقول لحضرتك حاجه. يعني انا سمعت اكثر من حد لهم كل الاحترام والتقدير الاول، في مواقع كتيره خدت الكلام بتاعنا اللي احنا اتكلمناه وابتدوا يشرحوه على من وجهه نظرهم هم، يعني ويقولوه وبيعيدوه تاني. لا استاذ عبد الناصر، احنا طلعنا بعد الواقعه على طول مباشره وقلنا الكلام ده، واي حاجه هتتقال في اي موقع تاني بنفس الاسلوب يبقى واخدينها من الموقع بتاعنا احنا بتاع كره بلدنا. فان احنا اول حد قلت لحضرتك
الواقعة بتاعت محمد الشناوي، لا يجوز يعاقب محمد الشناوي من قبل لجنة المسابقات، لكن يجوز لابد أن يعاقب من قبل لجنة الانضباط. ليه ما يعاقبش من قبل لجنة المسابقات؟ لأن هتبقى تقرير الحكم خالي من أي عقوبة لجنة المسابقات تستند عليها، لأن هو الراجل ما أشهرلوش. على فكرة كان ممكن محمد سلامة ميدو يخلص الموضوع ده خالص لو طلع للشناوي الإنذار والطرد، لأن هو كان عنده إنذار، كان هياخد إنذار تاني وطرد. ماشي، مش عايز مش عايز محمد مش الشناوي مش يقف. مش عايزين نرجع لتفاصيلها يا كابتن، عشان ما نكررش. احنا النهارده بنقول الحمد لله الناس اللي قالت انتوا كترتوا في الكلام اهو انفرادنا، وخلينا نقول اخر تصريح اهو بيؤكد كمان انفراداتنا مش انفراد واحد. بص، احمد مجاهد كان ممكن ان نكابر في الغلط، يعني اعتراف بالغلط، يعني احنا ما الفناش ولا ارهبنا حد ولا غيرنا حقائق. كان ممكن نكابر في الغلط وما نغيرش قرارنا، لكن ما عملناش كده. قررنا تزويد الغرامات وتقليل الإيقاف عشان صالح منتخب مصر، وده أهم حاجة عندنا. الراجل بيقول لك في غلط، العقوبة 4 مباريات كان غلط، وكان ممكن نكابر، ولكن ما ينفعش نكابر ما دام لقينا غلط، لأنه ده صالح منتخب مصر. تعليقك في نص كلمة عشان خاطر وقتنا. نص كلمة بس، ده تصريح. ده أولا اللي يعرف إن فيه إن هو أخطأ ويرجع عن خطأه، ده راجل شجاع، ده راجل شجاع إن هو يعرف إن فيه خطأ ويرجع عن الخطأ، يبقى راجل شجاع. وعايز أقول لك أنت بقى ليك أنت، يبقى اللي إحنا أثرناه هنا هو اللي فتح عين الناس على إن العقوبة دي خطأ. والحمد لله برضو أولا وأخيرا يعني بشكرك وبشكر كل متابعينك الكرام. طيب اخر حاجه اخدها معاك في فقرتك التحكيميه، حكام مباراه النهارده الجمعه، طلاع الجيش والانتاج الحربي، محمد الحنفي حكم ساحه مع محمد عزازي وهاني خيري ورابع سالم متعب، حكم فيديو سيد شعبان ومساعد حكم فيديو سعيد حمزه، سموحه بيراميدز حكم ساحه احمد الغندور، وده ماتش مهم جدا، حكم مساعد احمد بكر ومعاه احمد لطفي ورابع احمد مقبل، حكم فيديو وائل فرحان ومعاه ابراهيم محجوب، والمباراتين الساعه 2:30، طلاع الجيش الانتاج الحربي استاد جهاز الرياض العسكري، سموحه بيراميدز في استاد الاسكندريه. ان شاء الله هنتمتع بتقرير محترم بعد انتهاء المباريات، واتمنى كل التوفيق لاي حكم بيحكم في الدوري المصري وكل الدعم ليهم. احنا بنقول ان احنا لما بنبرز اخطاء الحكام هنا علشان يتعلموا من الاخطاء لاكثر، واحنا ما بنتصيدش اخطاء، وانا معاك وانت داعم لكل الحكام وداعم لكل المنظومه. كل الشكر والتقدير ليك مره ثانيه يا استاذ ناصر. شكرا جزيلا يا فندم وتحياتي ليك. شكرا جزيلا. تحياتي. الحمد لله، يعني اهي فقرتنا التحكيمية وكمان معاها انفراداتنا بكلام احمد مجاهد. الحمد لله، موتوا بغيظكم اهو. في حد في انا فرحان وسعيد انفراداتي. بص، يوم بعد يوم اهو الملف من اول ما بقى نزع لنا عكم طلعت بيه السماء اهو. احمد مجاهد اهو، كل الكلام اللي انا قلته، كل الكلام اللي انا قلته.